حول الموضوع ينضم لنا من بغداد عبر الهاتف العميد تحسين إبراهيم الخفاجي مدير إعلام وزارة الدفاع. أهلا بك معنا سيادة العميد. سمعنا عن إعلان بدء معركة تلعفر، تلاه نفي من قبل القيادة العامة المشتركة. لماذا هذا التخبط في الإعلان؟ هل فعلا بدأت المعركة أم لم تبدأ؟ وما سبب هذا الإعلان ثم نفيه؟ السلام عليكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة لا يوجد تخبط، وإنما هناك خطأ كان أعلن من قبل ناقص منسوب إلى وزارة الدفاع، وتم تصحيح هذا من خلال قيادة العمليات المشتركة. نحن لدينا خطط، نحن لدينا استعدادات، نحن لدينا إمكانيات. كل ما في الأمر أنه القائد العام للقوات المسلحة هو من يعلن ساعة بدء المعارك سواء في تل لحفر أو غير تل لحفر، ولذا لا يوجد أعتقد أي تخبط. كل ما في الأمر هناك كان تسرع من قبل أحد الإخوان وتم تصحيحه. نعم. طيب، يعني متى سيتم الإعلان عن بدء المعركة، أو بالأحرى ماذا ينتظرون لإعلان بدء معركة تل لعفر وتحريرها من داعش؟ سيدتي، كما تعلمين قبل بدء كل عملية عسكرية يجب إعداد العدد والخطط والقوات والاستعدادات الكافية والكاملة لكي تتم عملية صفحات القتال أو عملية تفجير أي منطقة نقوم بالهجوم عليها. ولذا هناك وقت محدد لهذه العملية. في القريب العاجل، أقول لك في القريب العاجل جدا، سوف تعلن هذه العملية ومن قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي حدد الساعة سين، لأنه كما تعلمين القائد العام لديه خطط ولديه استعدادات ولديه أيضا الوقت الذي يحدده نتيجة للاستحضارات الاستخبارية والأمنية اللي تمكننا من إطلاق العملية. طيب، هذه الظروف وما حصل، الإعلان ثم النفي وما قلته، يعني وعدم ربما وضوح وقت لبدء عملية تحرير تل لعفر، كل هذا كيف سيخدم داعش، أو بالأحرى كيف سيستفيد داعش من عدم وجود إعلان واضح لبدء العملية ومع كل ما جرى؟ أولا، داعش لا يمكن أن يستفيد من خلال هذا الإعلان. داعش الآن هو يعيش مرحلة احتضار، وداعش الآن هو يشهد الساعات أو النزاعات الأخيرة لوجوده في تل لعفر أو غير تل لعفر. ولذا أود أن أقول لك أنه داعش لا يمكن أن يستفيد من أي إعلان أو نفي. داعش كل ما يهمه الآن هو كيف يتم عملية الهروب أو ترك المعركة، خصوصا تل لعفر. لا يوجد لديه أي منفذ، إما الاستسلام أو المقاتلة. حسب معلوماتنا الاستخبارية في مدينة تل لعفر هم متواجدون بنسب قليلة مقاتلين، أغلبهم من الأجانب الجنسية اللي هم بعض عرب الجنسية وشيشان وروس، وكذلك من مختلف الجنسيات الأخرى. ولذا نحن لدينا الخطط والإمكانيات التي تمكننا من القضاء عليهم في تل لعفر. شكرا لك العميد تحسين إبراهيم الخفاجي مدير إعلام وزارة الدفاع، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لك.